انا يقين اليوم غادي نهضروا على ان بارفان اوني من عند اون ميزون فرونسيز اللي الصراحه استغربت ما كيدويوش عليه. غادي تقلب في الانترنت ما غادي تلقى حتى واحد داوي عليه, وهذا سي تان افونتاج بالنسبه ليا حيت غادي يكون بارفان اللي ما دايعش شنو غادي يكون بارفان اوني. الثمن ديالو جد مناسب وريحته واعره بزاف. كاستيل باجاك اديكشن, حلوا البارفان ونشوفوهم مجموعين. بالنسبه لي نوت الفوقانيه ديال هاد البارفان فكنلقاو فيه دي نوت سكري, عندنا الكراميل والتفاح الاخضر. اما بالنسبه لي نوت دو كور عندنا نوتات خشبيه وبهارات, عندنا الموز دو شين الخشب الابيض والبواف, الشيء اللي كيعطي واحد القصوحيه من بعد دوك لي نوت سكري اللي شمينا في الاول. اما بالنسبه لي نوت دو باز فعندنا زهره الايرس وعندنا العنبر. بارفان اللي صراحه ريحته غزاله, ريحته زوينه. الثمن ديالو 430 درهم ل 100 مليلات. او دو تواليت بارفان صالح لفصل الربيع, فصل الخريف وفصل الشتاء. تقدر ديرو في الصيف ولكن غير بالليل. اما الا بغيتي عطر صيفي 100% من هاد الدار فخذ كاستيل باجاك ميتيك, بارفان صيفي, بارفان في نوطاش بحريه, بارفان اللي غزال حتى هو. كان هذا هو العطر ديال اليوم. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير ليه سيف وتبارطاجيه مع شي بوغوس بحالك. باش لكم شي حاجه مبدله الدراري ما قلتوش ليا بصحه حسين. نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.